الشهيد أحمد الجانم أبو الزين. ولد الشهيد أحمد في مدينة الرقة في شارع أبو الهيس عام 1985. نشأ وترعرع في عائلة بسيطة مكونة من 10 إخوة. ترك مقاعد الدراسة وهو في المرحلة الابتدائية لينخرط في مجتمع سوق التجارة مع والده الذي كان يملك محلا لبيع الأقمشة. وفي السوق تعرف على أبناء مدينته الذين أحبهم وأحبوه منذ الطفولة. تزوج الشهيد أحمد وأصبح يعمل خياطا نسائيا في المدينة، يعيش حياة آمنة مع عائلته. مع دخول الفصائل الإرهابية مدينة الرقة بدأت الصراعات فيما بينها، والتي انتهت بسيطرة داعش المطلقة على المدينة. فبدأ داعش بالتضييق على أبناء المدينة ومن بينهم الشهيد أحمد، حيث منعوه من مزاولة مهنة الخياطة والتي كانت تعد مصدر رزقه الوحيد. تحدى أبو الزين داعش وبدأ بالتنسيق مع لواء جبهة الأكراد، فكان على تواصل مع الشهيد فيصل أبو ليلى، حيث عمل على تهريب وتأمين السلاح من مدينة الرقة لمقاتلي الجبهة، مما جعله هدفا لتنظيم داعش وعرضة للملاحقة من قبلهم. وحين اكتشف أمره اضطر إلى مغادرة المدينة متوجها إلى بلدة صريد شمال الرقة الخاضعة لسيطرة وحدات حماية الشعب. بعد وصول أبو الزين إلى صرين وبعد أن تمكن من تهريب عائلته إلى خارج مدينة الرقة، التحق بصفوف وحدات حماية الشعب والتي كانت تقاوم تمدد داعش في ذلك الوقت. شارك أحمد في الكثير من المعارك ضد تنظيم داعش، مما أكسبه خبرة في العمل العسكري والميداني، حيث شارك في حملات تحرير كل من كوباني ورأس العين وتل أبيض وعين عيسى ومنبج والطبقة والريف الشرقي وصولا إلى مدينة الرقة، مدينته التي أخرج منها والتي عاهد نفسه على تحريرها. تعرض أبو الزين خلال مسيرته النضالية للإصابة لأكثر من مرة، وتعرض لمحاولات اغتيال عديدة من قبل تنظيم داعش الإرهابي، ولكنه لم يستسلم ولم يثنيه هذا عن مواصلة القتال. وبينما كان أبو الزين يقوم بتمشيط أحياء مدينة الرقة من مخلفات داعش، تعرض لإصابة شديدة جراء انفجار سيارة مفخخة، واستشهد على أثرها في 14 من تشرين الأول عام 2017، أي قبل 3 أيام من إعلان تحرير المدينة. وتخليدا لذكراه تم تسمية أحد أحياء المدينة على اسمه، كما وتم نصب صورة له في ساحة المحافظة لتبقى ذكرى الشهيد أبو الزين حاضرة في قلب مدينته وفي ذاكرة سكانها.